بس رجع نعتذر على ميرسي. اول شيء قول بتعرف تغيرت كثير. بدي اسالك لإلك، انا ما بعرف اذا عم بحكي صح وباخذ رايكم، بس اجا كان غير شخص. هلا بحس في نضوج اكثر، في تواصل مع الباقيين احسن. يلا شوف ددك الاكاديمي كثير، ما عم بمزح، تطليعتك نظرتك للناس غير شي صارت. برافو ابني، كثير مبسوطت لك لانه بتستاهل. قلبك طيب وابن عائلة، وعائلة صالحة. خليلي هيك. ايه عم بحكي صح. ايه ايه عم بتذكر العائلة بس. ايه العائلة، تحية للعائلة. ثانك يو. سمعتي يا امي؟ ما حكيت شيء. لا ما بدي اكثر. بدي انزل. اوكي بنرجع من عيدها، بنرجع من عيدها. نعم نتعلمها. يلا مع اول مره دي. اول مره اول مره شغلي. بس تروح على بلدك من غير شر، بدك تهتم بحالك كتير كتير، وبدك تسمع الكلمة من أمك وبيك شو بقولوا لك بتعمل. أكيد. ليش في عمل؟ ده أكيد أنت لا بدمر. شو أنت 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 بسمعش الكلام؟ هم بسمعش الكلام يا مدمر. شو بسمع الكلام؟ بس تروح بسمع الكلام. أنت أحلام عارفة بتكمل علمك؟ على الباك أكيد رح كمل الباك السنة، وبعدين بتحم بهتم بالموسيقى. والله لا عن جد شو بدي اعمل ميوزيكولوجي بالبيجامة على سو. بس لو ما هذا اللي عم بحكي. بس لو ايه؟ لو خدت ايه؟ لو ايه؟ لا قلت لهم لو خدت اللقب يعني ان شاء الله ما راح اكمل. لا نو واي. بس عادة هلا عم بحكي مشان كل يلي بحبوا يفوتوا على الاكاديمية، بخلصوا البكالوريا بعدين. ما دام اقول لك شيء، انا بحب يعني مثلا ما قلت لهم هذا الشيء، بس انا بحب عندي دو شوز، يعني حتى لو شيء ما نجح بيكون عندي هذاك الشيء يعني كمان. لا دوفيس مجبور تكمل اكيد ثقافه وعلم. او اشتغلت او ما اشتغلت. اكيد. او ما عملت بدك تعمل ميدسين، بدك تعمل مهندس، بدك تعمل جيتسي ميدسين دكتور انفورماتيك ما بعرف شو ما بفهم. بدك تمرق تي فا فير تون با عادي مهندس. ensuite tu tu choisis في فيكم تعملوا سنه سباتيك. كثير مهم السنه السباتيك انه الواحد يفكر بين تفصلوا بين البكالوريا وبين تفوتوا على الجامعة. طبعا 100%. ليه؟ لانه بكون واحد هي بدي اعمل مثلا اوديو فيزيوال. ايه طيب وبتستعجل بدي اعمل مثل بنتي عملت دغري بدها تعمل اوديو فيزيوال، بعدين فقت انه بدها تعمل محاميه مثل بيها. رجعت من بعد ما اخذت الميجر تبع الاوديو رجعت تعمل محاميه. بسم الله. مشان هيك بقول لكم فكروا منيح.
أول شيء بتاخذوا البكالوريا، بعدين بتفوتوا بدك تفوت ستار أكاديمية، بدك تعرف شو بتخلي شيء بكا بإيه، بدك تخلي شيء بكا بإيه، بترتاح نفسيا. إيه بكا يعني أنت خلص الجامعة وتعقد مع ستار أكاديمية؟ إيه مكمل مرة؟ لا تخلص الجامعة هلا مكمل رجع على ستار أكاديمية ب 12، إيه الذوق هلا ب 12 هلا. بعدين هلا هلا طلع بينه يعني ميوزيكولوجي سي تري بيان. إيه هيك إيه إكزاكت. لانه خنق صوته. ايه جو. طب ليه؟ وبعدين تي تاندونس مننا اركولي، بوركو؟ نحن طالعين نروح هيك. بس بين رنبي يعني مشغوله. ايه شو لك؟ هي هو شقلها بس خنقها. صغيره مبينه. إيه لانه خنقها. دخلك بتعرف كل شيء وبتفسر كل شيء، ليه ما بتفرجيني؟ انا صوتي ما ضل يقطع. ما تقول لي بقى تعبي. يلا قايم هلا بعد نسيم هلا. ايه يلا تشوف نيا ايه نيا عم بتغني هون يا قلبي، عم بتغني هون وصعب مدام بدي هديك الاكزرسيس تبع. لا انا اعمله. انت مش عارفه شو ناطرك بعدين. مدام رح نطلع ولا هلا بدك تغني؟ انا طالعه يا قلبي طالعه بهذا الاكزرسيس. ايه شو عم عملوا؟ في هذاك الاكزرسيس تبع ما في غير اكزرسيس هيدا بدي ايه اكيد كل واحد له فوائده طبعا. تسلم ايدك سيد المعلمين. كاكوفوني كاكوفوني ما فهم بارابوش. عباس سي سيد